السلام عليكم طلاب، نكمل أمثلة اللوسز. هنا عندنا مطينا horizontal pipe، horizontal pipe of 250 ملم diameter. مطينا الدايميتر مال هذا البايب والطول مالته 60. connected to the water tank and the end and discharge free atmospheric. يريد من عندنا إذا كان الارتفاع مالة المي عبارة عن 4.5 متر، يحسب يريد من عندنا نحسب الفلو ريت، معناته يريد يحسب من عندنا الكيو. يقول لك كونسيدر، اعتبر كل اللوسز موجودات واستخدم الفريكشن فاكتور، هو عبارة عن 0.008. هسا نجي نبلش نحل السؤال. اول ما نسوي احنا عندنا نقطتين الاي والبي، معناته او الاي 1 و2. فانا اول شغلة راح اسويها راح اسوي apply برلوني equation at نقطة 1 و2. راح استخدم برلوني equation عند 1 و2. هنا عندنا هنا مي تانكي وبي مي دا يجري، فهو يريد من عندنا نريد نشوف الدسشارج الكيو مالتها شقد. مطيك الارتفاع، مطيك الطول مالت هذا الانبوب، مطينا الدايميتر، ويقول لك احسب اللوسز. يعني هو لو ما جاي، يعني خلينا نقول ما جاي بطاري انه احسب اللوسز، consider on the losses، كان اخذنا برلوني عادي، بس هو ده يقول لك احسب انه انا اتعدى خسائر. فانا راح اطبق برلوني equation عند نقطه 1 و2، فراح اقول له الضغط الاول على الفا زائدا السرعه الاولى تربيع زائدا Z1 تساوي لي الضغط الثاني زائدا السرعة الثانية زائدا Z2 زائدا losses summation مات losses اللي هي الماينر والماجر، الأساسية والثانوية. الضغط بما أنه أنا عندي 2 إلى أتموسفيريك فهو 0، وإحنا متعودين إذا أخذنا نقطة 1 لبداية التانكي معناته هنا السرعة راح تكون جدا قليلة، هنا أكو سرعة بس بداية هنا تكون قليلة، متفقين عليها، فنقدر نعتبرها 0. زين إذا احنا ناخذنا الديتام لاين يقول لك هنا 4.5 معناته قيمة الزت 4.5 تساوي لي السرعة الثانية، أي إلها سرعة ثانية، هنا أكو سرعة ثانية فهي عبارة عن السرعة الثانية تعجيل. زين Z2 هنا شنو عندي؟ هنا ماكو ارتفاع، انا اخذت هنا الديتام لاين، هنا 4.5، اذا Z2 قيمتها 0. اللوسز هي عبارة عن ايضا السرعة تربيع، بس هالمرة ايش راح اقوله؟ الفريكشن فاكتور في ال على الدي اللي هي الاساسية زائدا الثانوية. زين هسا اجي ابلش اطبق، شنو عندي هنا؟ اقدر اطلع مثل قبل شوية عامل مشترك، فهنا بقت لي 1 زائدا F L على D زائدا K. هاي الكي أيضا summation اللي هي مين جايتني؟ جايتني هنا عندنا tank wear معناته entrance اللي هي قيمتها 0.5، الخروج مات عبارة عن 1، إذا 1 و 0.5 راح يصير 1.5، يعني أول مرة الدخول والخروج. أجي هسا فقط راح أطبق، راح أقول له 4.5 تساوي لي السرعة أنا أريدها 1 زائدا الفريكشن مطيني إياه، قايل لك أسيوم 0.005 0.008 في الطول، مطينا طول الأنبوب شقد 60 على الدايميتر اللي هو 250 على 1000 معناته 0.25 زائدا الكي. الكي منين جايتني؟ عندك دخول وعندنا خروج معناته 1.5، فهنا 1.5 × 1 راح يصير عندي 2.5. أضرب هذين الأرقام وأجمعهن كليتهن، وبعدين أسوي بدال التعجيل الأرضي 9.81، وسطين في طرفين راح تطلع لنا السرعة تساوي لي 4.47 متر بير سكند. بما أنه طلعت لي السرعة وأنا عندي أصلاً دايميتر مالت الأنبوب، فهو يريد من عند الدسشارج اللي هي عبارة عن A في اليو، الكيو تساوي لي باي على 4 في الدي تربيع في اليو، وتساوي لي باي على 4، الدي مطيني اياها 250 أقسمها على 1000، القوس كله تربيع
في السرعة طلعت لنا 4.47، راح تطلع لنا قيمة الكيو تساوي لي 0.219 متر تكعيب بير سكند. هذا كل ما يخص هذا المثال. خلينا ناخذ مثال ثاني. المثال الأخير عندنا هاي المجموعة، هنا يريد من عندنا احسب ديترماين ذا ديفرنس، معناته اعطيني الفرق بين الاليفيشن. هنا عندنا ارتفاع h1 وارتفاع h2، يريد الفرق بيناتهم، معناته يريد قيمة h1 ناقص h2 المن عندنا هنا، خلينا نقول تانكيات اثنين وصاير بيه المي، يريد من عندنا الفرق بين الارتفاعين. مطينا طول هذا الانبوب هو عبارة عن 400 متر والدايميتر مالته 0.3، وايضا يقول لك احسب كل اللوسز، ومطينا اسيوم الفريكشن فاكتور 0.008. اول شغلة اسويها انا راح اطلع عندي الكيو تساوي للاي باليو. اول ما ابلش اقول لي انا الكيو مالتي هي عبارة عن 300 متر بير سكند، اعتقد مطيني اياها ثرو، هنا انا ناسيتها، كيو تساوي لي 300 لتر بير سكند، الكيو مطيني اياها، اذا هي عبارة عن 300، وخلنا ننتبه هنا 300 لتر، احنا نشتغل ويا المتر مكعب، اذا انا راح اقسمها على الف، تساوي لي باي على 4 في الدي تربيع. ايش قد الدي تربيع؟ 0.3 تربيع في السرعة. أول شغلة أطلعها، لازم أطلع السرعة. السرعة راح تطلع لنا 4.2 متر بير سكند، هاي طلعت السرعة. زين، من يريد الفرق بين H1 و H2 ما عندي غير أنه أيضا أستخدم برلوني إكويشن بين هاي النقطتين. أيضا راح أقول له أبلاي برلوني إكويشن آت 1 و 2، ونجي نطبقها. راح أقول له P1 على ألفا زائدا السرعة الأولى تربيع زائدا Z1 تساوي لي، أنا ما راح أقول Z1، راح أقول H1 باعتبار أنا هنا أخذت قيمة الارتفاع، راح أسميه H1، تساوي لي الضغط الثاني زائدا السرعة الثانية زائدا هنا أنا راح أسميها Z2 زائدا summation مالت اللوسز اللي احنا اخذناها اللي هي الماينور والماجر. زين، خلي هسه نبلشها. احنا هنا عندنا الضغط متساوي، وايضا السرعه اثنينات المساويات، ما دا يصير عندي جريان لانه فرق ديفرنس. هنا ال H1 ناقص H2، ايش سويت؟ هاي ال H2 نقلتها لمن؟ اللي هي Z2، انقلتها للطرف الثاني فسميتها H2. ايش راح يساوي لي؟ هنا راح يساوي لي السميشن مالت اللوسز. اجي هسه ابلش، شنو انا عندي بالسميشن مالت اللوسز؟ هو يريد من عندي H1 ناقص H2، لان هو يريد عندنا الدفرنس، معناته الفرق بيناتهم. هاي اللوسز من جايتني؟ السرعه الثانيه في التعجيل المن عندي هنا F ال على الدي زائدا الكي، وتساوي لنا السرعة طلعتها 4.2 على 2 في التعجيل الأرضي، الاف 0.008 راد من عندي الفرضية. زين، الطول مات الأنبوب ايش قد؟ 400. أقول في 400 على يمن على الدايميتر، الدايميتر ايش قد؟ 0.3 زائدا الكي، من اجيبها الكي؟ من راح اجيبها؟ عندي دخول وخروج، معناته 1.5، فمباشرة راح اقول له 1.5، هاي جايتني من الانترنس اللي هو 0.5، والاوت او الاكزيت اللي هو قيمته 1، فحاصل جمعهم 1.5 فقط مباشرة، بس ارقام. فاقول للفرق الاول، الاول ناقص الثاني راح يطلع لنا قيمته 11.3 متر. إذن الفرق اللي بيناتهم ارتفاع الأول عن الارتفاع الثاني، قيمة الفرق بيناتهم 11.3 متر. لهنا نكون كملنا آخر مثالين باللوسز
إن شاء الله نكمل المواضيع على المقاطع الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.